بعض نوع تاني من الانرجي، واللي هي الانرجي ستورد ان ذا كاباستور. الانرجي ستورد ان ذا كاباستور، الكاباستور ده اليمنت زي الريزيستور وزي الاندكتور، بس الاندكتور والكاباستور ده اليمنت بيعمل تخزين للطاقه الكهربيه، تخزين للطاقه الكهربيه، وممكن الاستفاده منها في دوائر معينه من قصه تفريغ وشحن المكثف ده بالطاقه الكهربيه. بدايه كده يعني هنعرف يعني ايه كاباستور، ايه هو الكاباستور ده. تاني حاجه يعني ايه الكاباستنس اوف ذا كاباستور، يعني زي بالظبط الاندكتنس والاندكتور، هتبقى برضو في حاجه اسمها كاباستور والكاباستنس، او الساعه بتاعت الكاباستور ده ياخد طاقه قد ايه، او ان الساعه بتاعت الطاقه اللي هتبقى موجوده في الكاباستور ده دي اسمها الكاباستنس. هناخد نوع من الكاباستور اللي هو البارل بليت كاباستور، يعني عندي تو بليتس بينهم عازل كهربي، ده بنسميه كاباستور. هناخد سبيشال كيس اوف بارل بليت كاباستور، هنشوف الكاباستورز لو هي ان سيريز هتبقى ازاي اجيب الكاباستنس المكافئه للسيريز كومباينيشن. لو انا عندي كاباستورز ان بارل ازاي اجيب برضو الايكويفالنت كاباستنس للبارل كاباستورز. وفي الاخر خالص هنشوف الانرجي ستورد ان ذا كاباستور في اشكال المختلفه، سواء سيريز او بارل او في سبيشال كيس للبارل بليت كاباستور. طيب يعني ايه كاباستور؟ الكاباستور ده اي تو كوندكتور بينهم مسافه وبينهم عازل في الوسط، عازل كهربي، بنسمي العازل ده داي الكتريك. اي بقى اي تو كوندكتور لو عندي كوندكتور وكوندكتور وبينهم عازل كهربي بسمي ده كاباستور. بسمي ده ايه؟ كاباستور. يبقى انا عندي كوندكتور وبعدين عازل وبعدين كوندكتور، فبسمي الكومبوننت دي كلها اسمها الكاباستور. ماشي، يبقى الكاباستور عباره عن تو كوندكتورز بينهم عازل، العازل ده بنسميه كهربيا اسمه داي الكتريك. طيب ممكن يكون التو كوندكتور دول على شكل ايه؟ على شكل ريكتانجولر زي اللي احنا شايفينه، زي اللي انا شايل عليه بالسهم ده، عندي مستطيل بليت مستطيل وبليت تاني مستطيل، الاثنين بارل مع بعض كده بينهم ايه؟ عازل كهربي. ده نوع من الكاباستور. في نوع تاني اللي هو بيقول لي على شكل سفير، يبقى انا عندي سفير كوندكتور وبعدين عازل مغطي السفير دي، وبعدين في الاخر صوره تانيه من المعدن، وبالتالي اللي بين الكوندكتور والكوندكتور ده عازل، فبسمي ده ايه؟ كاباستور. او نوع تالت من الكاباستور ان هو السلندريكال شيب. السلندريكال شيب يعني عندي عباره عن الكوندكتور عباره عن سلندريكال اسطوانه داخليه، وبعدين عازل، وبعدين كوندكتور خارجي. ده بنشوفه في الحقيقه في شكل الكيبل الكهربي، الكابل الكهربي عباره عن كوندكتور على شكل اسطوانه داخليه، وبعد كده عازل من الرابر او من الزيت او من الاكس ال بي اي اللي هو الكروس لينك بلو اسرين، دي كلها عوازل وتستخدم في عزل الكيبل. يبقى عند كوندكتور وبعدين عازل وبعدين ايه؟ كوندكتور خارجي، فبسمي ده كاباستور. السلندريكال ده في الحياه العمليه بنمثله بالكيبل، مثلا عندنا الكيبل ده بيبقى عندي كوندكتور وبينهم عزل، وبين في النهايه في تشيس معدني كده في نهايه العزل اللي هو بيقوي الكيبل ضد الصدمات. انا قلت الكلام ده في ماده الالكترومغنتيك فيلد قبل كده بس بتاكد عليه تاني. تمام، يبقى هو ده الكاباستور. يبقى الكاباستور اي تو كوندكتور بينهم عازل كهربي. العازل الكهربي يعني يعزل مرور التيار الكهربي. يعني ايه عازل؟ يعني يعزل مرور التيار الكهربي من نقطه لنقطه. تمام، طيب تعريف الكاباستنس اوف ذا كاباستور، عايز بقى اشوف يعني ايه كاباستنس اوف ذا كاباستور. لو انا مثلا في الـ يعني الكاباستنس دي هي قدره الكاباستور على الستور الكتريستي، على تخزين الطاقه، على تخزين الطاقه. يبقى البروبرتي اوف كاباستور to store electricity may be called its capacitance. يبقى capacitance دي خاصيه من خواص الكاباستور في تخزين الطاقه. طيب امثلها بايه؟ لو انا عندي مثلا ازاي اعرف الكاباستور بتاعت الميه في كاتل معينه او في اي حاجه معينه، انا بقول
مش بعرف الكباستي بتاعت التانك او الكباستي بتاعت التانك عباره عن ماس اور فوليوم اوف ووتر، بس بقول ايه هي كتله الجسم، كتله الووتر يعني اللي بترفع الليفل بتاع الميه 1 متر. دي بالنسبه للكباستي بتاعت الميه. طيب الكباستي اللي هي بتاعت الكهرباء اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، الكباستنس اوف ذا كاباستور بيتعرف بايه؟ ذا اماونت اوف تشارج ريكواير تو كريت ايونت بوتنشال ديفرنس بتوين اتس بليد. يبقى انا لو عندي تو بليد زي اللي الشكل اللي انتم شايفينه ده، قيمه التشارج اللي هتترسب على التو بليدز دول هيبقى هنا بوزيتيف كيو وهنا نيجاتيف كيو. فبيقول لي الاماونت اوف تشارج دي ريكواير تو كريت ا بوتنشال ديفرنس، ان الفولتج يبقى بين التو بليدز دول 1 فولت، هي دي اسمها الكاباستنس. يبقى قيمه الاماونت اوف تشارج ان كولوم على اليونت اليونتي اوف بوتنشال ديفرنس دي بسميها الكاباستنس. طيب الكاباستنس سي برمز لها بالرمز سي بتساوي الشحنه الكهربيه المترسبه على التو بليتس او التو كوندكتور على البوتنشال ديفرنس بتوين ايه التو بليتس دول. لو انا عندي البوتنشال ديفرنس في والشحنه المترسبه على البليت كيو، هيبقى سي بتساوي كيو على في، يبقى التشارج على البوتنشال ديفرنس. طب وحده الكاباستنس دي ايه؟ وحده التشارج كولوم ووحده البوتنشال ديفرنس فولت. يبقى كولوم على الفولت بيديني وحده الايه؟ الكاباستنس اللي بنسميها الفراد. يبقى واحد فراد بتساوي واحد كولوم على واحد فولت، دي وحده الكاباستنس بعباره عن ايه؟ فراد. طيب تعريف الكاباستنس مره اخرى اللي هي تشارج ريكوايرد بير يونت بوتنشال ديفرنس. تشارج وحدتها الكولوم بير يونت بوتنشال ديفرنس اللي هي وحدتها الفولت، واحد على كولوم على واحد فولت يديني واحد فراد. طيب في الحقيقه انا قيمه واحد فراد دي كبيره جدا، بالتالي الكاباستنس اللي بنشوفها في الحياه العمليه لا مش بفراد، ممكن تبقى مايكرو فراد يعني 10 اس سالب 6 فراد. هنا طبعا 1 مايكرو فراد سوى 10 اس سالب 6، القيمه دي غلط، 10 اس سالب 9 دي مش صح، يبقى 10 اس سالب 6 فراد. 1 نانو فراد يعني 1 10 اس سالب 9 فراد. بيكو فراد، البيكو فراد ب 10 اس سالب 12 فراد. يبقى اللي احنا بنشوفه في الحياه او في الحقيقه او في الحاله العمليه الكاباستور ده او الكاباستنس دي بتبقى بالمايكرو فراد او بالنانو فراد او بالبيكو فراد. تمام كده يا شباب؟ طب تعريف ال1 فراد ايه؟ هو الكاباستنس اوف ذا كاباستور which requires a charge of 1 كولوم to establish a potential difference of 1 فولت between its blade. يبقى الكاباستنس هي عباره عن الكاباستور، يبقى الفراد كاباستنس بتاعت الكاباستور اللي محتاجه تشارج اوف 1 كولوم على فولت 1 فولت، دي بنسميها الايه؟ الكاباستنس اوف ذا كاباستور. طيب هندرس اللي فاتح المايك يا شباب، اللي فاتح المايك طيب هندرس اول الحاجه اللي هناخدها البارل بليت كاباستور، وهنكتفي بالبارل بليت كاباستور لانه في السرنديليكال كاباستور وفي السفيريكال كاباستور، هنكتفي بالبارل بليت ولو فهمتوه هتفهموا بايه الباقي. طيب انا عندي البارل بليت كاباستور، عندي اول حاله اللي هي النوفورم داي الكتريك ميديوم. يعني ايه نوفورم داي الكتريك ميديوم؟ يعني انا عندي تو بليتس، ادي التو بليتس اهم، وفي عازل في الوسط بين التو بليتس دول بنسميها الداي الكتريك. يعني العازل ده على شكل مستطيل وله سيكنس، يعني شكل سلاب كده اوف داي الكتريك وبينهم ايه وعليه بسكنس معينه. يعني السكنس ده ممكن مقدارها دي مثلا، ماشي. الداي الكتريك ممكن تكون ايه؟ عندي ممكن يكون الهواء داي الكتريك، دي اقل داي الكتريك اللي هو الهواء. ممكن يكون رابر، ممكن يكون زجاج، ممكن يكون خشب، او ممكن يكون بلاستيك، اي نوع من الداي الكتريك او الانسوليتنج ماتيريال. يعني ايه داي الكتريك او انسوليتنج ماتيريال؟ يعني يمنع مرور التيار الكهربي. تمام تمام يا شباب. طيب لو عندي البارل بليت كاباستور، ان انا عندي سي بليت ام وبليت ان زي ما انتم شايفينه كده، التو بارل بليت مثلته بالشكل ده، ادي بليت اسمه ام وبليت اسمه ان سيبريتد باي ديستانس دي، يعني السيكنس بتاع الداي الكتريك او المسافه بين التو بليتس دي دي متر.
والاريا بتاعت البليت اللي على شكل ريكتانجولر ده نسميها ايه؟ متر مربع، ماشي؟ والعازل الموجود بتوين التو بارل بليت دي نسميه اللي هو حاجه اسمها الريلاتيف بيرميتيفيتي. الريلاتيف بيرميتيفيتي، الريلاتيف بيرميتيفيتي دي معامل السماحيه، وده في لكل ماده عازله له ايبسون ار مختلفه. للهواء مثلا ايبسون ار بتاعتي بواحد، لاي عازل اخر اكبر من الواحد، تمام يا شباب؟ فبيلو بروبرتي معينه اللي هي الريلاتيف بيرميتيفيتي. طيب لو انا عندي تو بليتس دول ومطبق عليهم جهد كهربي، فهيترسب على الوان بليت شحنه موجبه، الاول بليت ام شحنه موجبه والبليت ان شحنه سالبه، تمام؟ ونتيجه الشحنه الموجبه والشحنه السالبه ده هينشا حاجه اسمها flux passing through the medium of dielectric. يعني يحصل نتيجه ترسيب الشحنه على البليت ام والشحنه على البليت ان، هيحصل ان في مجال كهربي او flux passing through the medium of dielectric. طيب قيمه الميديا دي، الفلكس دي بيساوي قيمه الشحنه المترسبه على البليت، يبقى الاوبساي دي اللي هي الفلكس باسنج ثرو ذا ميديوم ايكوال الشحنه ان كولوم. طيب طب في حاجه اسمها الفلكس دينستي. يعني ايه الفلكس دينستي؟ يعني الشحنه دي او الفلكس ده متوزع على الاريا ازاي؟ قيمه الفلكس دينستي دي عباره عن الاوبساي اللي هو الفلكس دين الفلكس على الاريا بتاعت البليت، او احنا قلنا الاوبساي اللي هو الفلكس بيساوي الشحنه، يبقى كيو على ايه؟ يبقى انا عندي كده حاجه اسمها الالكتريك فلكس دينستي بيساوي الشحنه الموجوده على التو بليتس اللي هي الكيو على الاريا بتاعت البليتس، تمام يا شباب؟ طيب دي اسمها الالكتريك فلكس دينستي. في حاجه اسمها الالكتريك انتينستي او الالكتريك فلكس انتينستي اللي هي ايه؟ ايه عباره عن الفولتج المطبق على التو بليت على الديستانس بتوين ايه؟ التو بليتس او الديست او السيكنس بتاع الايه؟ الداي الكتريك ماتيريال. اي بتساوي في على دي. طيب ايه علاقه الاي اللي هو الالكتريك فلكس انتينستي بالالكتريك فلكس دينستي؟ قال لي ان الدي دي الالكتريك فلكس دينستي بيساوي ابسلون في الالكتريك فلكس انتينستي ده الاي. طب ابسلون دي قلنا ايه؟ البرميتيفيتي بتاعت اي ماده عازله، البرميتيفيتي بتاعت اي ماده عازله. طب قيمه البرميتيفيتي دي ابسلون دي عباره عن ايه؟ ابسلون نوت في ابسلون ار. ابسلون نوت دي قيمه ثابته اللي هي 8.85 في 10 سالب 12 فراد بر متر. ابسلون ار دي بتختلف من العزل الاخر للهواء بواحد، تمام؟ للهواء بواحد. اي ماده عازله ثانيه ابسلون ار بتاعتي اكبر من واحد. يبقى انا عندي الدي بتساوي البرميتيفيتي في الالكتريك فلكس انتينستي. يبقى انا عندي الكيو على ايه؟ هشيل دي دي واحط الكيو على ايه؟ بتساوي ابسلون في الاي اللي هي في على دي. من هنا اقدر اجيب الكيو على الفي، لو قسمت الكيو على الفي هتديني ابسلون في ايه على دي. طيب ابسلون قلنا بتساوي ابسلون نوت في ابسلون ار في ايه على دي، حيث ان السي دي الكاباستنس بتاعت الكاباستور، ابسلون نود اللي هي البرميتيفيتي بتاعت الفاكيوم بتساوي 8.85 في 10 سالب 12 فراد بر متر، ابسلون ار دي اللي قلنا الريلاتيف برميتيفيتي بتاعت الميديوم بالنسبه للهواء بواحد بالنسبه لاي عازل اخر اكبر من الواحد، الاي اللي هي الاريا بتاعت البليتس، الدي اللي هي السكنس بتاعت العازل او المسافه بين التو بليتس. قلنا بالنسبة للعازل أي ميديم يعني هتلاقي إبسلون نوت في إبسلون آر في إيه على دي. طيب بالنسبة للهواء إبسلون آر دي بواحد، هيبقى إبسلون إيه إبسلون نوت في إيه على دي. مفهوم لغاية كده يا شباب الجزئية دي؟ إزاي جبنا الكاباستنس؟ مفهومة ولا عند حد عنده مشكلة؟ هو التشارج بتساوي الإبساي اللي هي إيه بقى الإبساي دي؟ الإبساي دي قلنا الفلكس باسنج ثرو ذا ميديم. نتيجة الشحنة الكهربية بينتج عنها مجال كهربي، المجال ده بيمشي داخل العازل الكهربي. فالأوبسايد دي أو قيمة الفلكس دي هي قيمة الشحنة الموجودة على التو بليتس، تمام؟ رياضيا يعني، تمام. أو كوانتيتي إيكوال الأوبسايد إيكوال كيو، تمام يا شباب؟ حد عنده مشكلة؟ ماشي.
طيب لو عندي مثلا الميديم، احنا قلنا الحاله الاولانيه، الحاله الاولانيه ان انا عندي ايه، قلنا في الحاله دي اليونيفورم داي الكتريك ميديا، يعني اللي موجود بين التوبليتس هو ميديم واحد اللي هو العزل الكهربي سواء هواء او ماده ثانيه. طيب لو انا عندي بقى ميديم بارتري اير، يعني في جزء عزل هواء وفي جزء عزل من ماده اخرى، من ماده اخرى، تمام شباب؟ دي نفس القصه اللي فاتت، هي الفرق بينهم ان الهواء هنا الابسلون ار بتاعك بواحد، وبالتالي الابسلون بتاع الجزء الهواء ابسلون ار في ابسلون نود اللي هو ابسلون ار بواحد هتديني ابسلون نود بس، بالنسبه للعازل الكهربي الاخر عباره عن ابسلون نود في ابسلون ار، وبالتالي دو ابسلون ار ريلاتيف بيرميتيفيتي معينه. بس لو انا فرضت ان السيكنس بتاعت العازل ده تي، والسيكنس بتاعت الهواء دي ناقص تي، السيكنس دي ناقص تي. طيب الالكتريك فلكس دينستي اللي هو دي ايكوال سواء هنا او هنا، لان هو بيمر في العازل سواء هنا او هنا، فالالكتريك فلكس دينستي هو ثابت لانه بيساوي الشحنه المترسبه على التو بليتس على الاريا بتاعت البليتس، يبقى دي بتساوي كيو على الاي. ايه اللي هي اللي تختلف؟ اللي هتختلف هي الالكتريك فيلد انتنستي او الالكتريك فلكس انتنستي اللي هي الاي. بالنسبه للعزل اي واحد او اللي هو العزل الاولاني ده هيبقى عباره عن الدي على ابسلون نوت في ابسلون ار، ده بالنسبه للعزل ده. بالنسبه للعزل هواء اي 2 بيساوي دي على ابسلون نوت في ابسلون ار، ابسلون ار للهواء بواحد، تمام؟ لو انا مطبق على التوبليتس دول فولتج في، ماشي، يبقى الفولتج هيتجزء هنا في 1 وعلى الهواء في 2. في 1 اقدر اقول هي عباره عن ايه، مش انا قلت قبل كده ان الاي بتساوي في على السيكنس، يبقى الفي 1 عباره عن الالكتريك فلكس انتنستي واحد اي واحد في النكس في السيكنس تي تي. طيب بالنسبه للالكتريك فيلد انتنستي على الجزء الهواء هيبقى اي 2 في السيكنس بتاع الهواء اللي هو الدي ناقص التي، تمام؟ فبسمي اي 1 تي دي هي الفي 1، والاي 2 دي ناقص تي هي في 2 من التعريف اللي احنا خدناه في السلايد الاولى. طيب طب اي واحد عباره عن دي على ابسلون نوت في ابسلون ار في التي اللي هي السيكنس، طيب اي 2 عباره عن دي على ابسلون نوت في دي ناقص تي اللي هو السيكنس بتاع الهواء، هاخد دي على ابسلون نوت عامل مشترك، هيتبقى لي تي على ابسلون ار زائد دي ناقص تي. طيب الدي عباره عن ايه؟ كيو على الاريا، هشيل الدي واحط كيو على الاريا في ابسلون نوت، ماشي، هجيب الدي اهي بالبوزيتيف اهي، ناقص هاخد ناقص عامل مشترك هيبقى تي ناقص تي على ابسلون ار، تمام يا شباب؟ طيب لو انا عايز اجيب الكاباستنس بقى، السي بتساوي الكيو على الفي، الكيو الشحن على الفي اللي هو المقدار ده كله، كيو هتروح مع كيو هيتبقى لي ابسلون نود في ايه على الدي ناقص التي ناقص تي على ابسلون ار، اور الكيو على الفي دي هي الكاباستنس عباره عن ابسلون نود في ايه على السيكنس دي ناقص السيكنس تي ناقص السيكنس تي على ابسلون ار، دي في حاله ان في جزء من العازل عزل والجزء الباقي هواء. لو اعتبرت ان الكل هواء يبقى التي دي هتبقى بكام؟ بصفر. لما احط التي بصفر هنرجع للحاله الاولى تاني، ان التو بارل بليت بينهم هواء، سي بتساوي ابسلون نوت في ايه على دي، لان لما احط التي بصفر هنا هيبقى تي بصفر ناقص صفر هيتبقى لي هنا دي، هيبقى ابسلون نوت في ايه على دي. نرجع للحاله الاولى تاني لو الميديم كله ايه؟ هواء. طب لو في جزء عازل وجزء هواء هيبقى الكباسنس عباره عن ابسلون نوت في ايه اللي هي الاريا بتاعت البليت على الدي اللي هي السيكنس التوتال بتوين تو بليتس ناقص التي اللي هي السيكنس بتاعت العزل ناقص السيكنس بتاعت العزل على الابسلون ار اللي هي البريمتيفيتي بتاعت العزل دي. مفهومه يا شباب لغايه دلوقتي؟ حد عنده مشكله في دي؟ صح. اتفضلي. كده مطلوب مننا نفهم الاثبات كويس مع حضرتك بس ونعرف القانون، ولا هيجي لنا كمان في الامتحان اثباتات؟ ما هو يا باشمهندسه لو انت مش فاهمه مش هتعرفي تحلي. لا لا هو تمام، انا فاهمه وعرفت ان احنا القانون ده بنستخدمه امتى واللي فات بنستخدمه امتى، يعني تمام. انت هقول لك على حاجه، انت دلوقتي لو في الامتحان من النوع اللي ما بتحفظيش قوانين، صح؟ تمام.
ايوه شباب سامعيني؟ تمام. ايوه يا دكتور سامعيني. تمام. بقول لحضرتك دلوقتي، لو انت من النوع اللي ما بتحفظيش قوانين، تمام، هتبقى طبعا ايه، اصل انا ممكن اجيب لك ايه، مش السكنس مثلا هوا بس، ممكن اجيب لك السكنس جزء هوا وجزء برميتيفيتي، يعني العب لك في الشكل ده، فانت لازم فكده تكون القانون فاهم هيكبر، ايه. فكده تمام القانون هيكبر، هيبقى فيه ثلاث الله أجزاء. ينور على حضرتك. دلوقتي لو انا عندي كذا حاجه، كذا داي الكتريك، وهنشوفها دلوقتي. لو انا عندي الكومبوسايت ميديم بقى، يعني ايه كومبوسايت ميديم؟ عندي ثلاثه داي الكتريك او اربعه او خمسه او سته، كل واحد داي الكتريك له ابسم ار واحد والسيكنس بتاعه تي واحد، ابسم ار اثنين والسيكنس بتاعه تي اثنين، ابسم ار ثلاثه والسيكنس بتاعه تي ثلاثه. فلما اجي تمام اقول في، كده عندك هيعتمد سؤال؟ على الفهم، لكن مش هيجي لنا اثبات مباشر، صح كده؟ انا عايزك، ما هو لو حتى لو جبت لك اثبات مباشر، ده هيعتبر في سبيل المساله برضه، هيبقى اثبات وبراء المساله. تمام كده تمام. طيب الفولتج اللي على الفولتج المطبق على التو بليتس هو في، بيتقسم في 1 على الميديم الاولاني، في 2 على الميديم الثاني، في 3 على الميديم الثالث، تمام. طيب الفي 1 قلنا عباره عن الالكتريك فيلد اي 1 في تي 1 في السيكنس الاولاني بتاع العينه، اي 2 في السيكنس الثاني بتاع العينه، اي 3 في السيكنس الثالث بتاع العينه. اقدر اشيل الاي واحط الدي، قلنا الدي ثابته، هي عباره عن الكيو على البليتس على الاريا بتاعت البليت، الدي ثابته ما بتتغيرش، اللي بيتغير هو الالكتريك فيلد بيتقسم على الثلاثه داي الكتريك. طيب يبقى الـ E1 هشيلها واحط دي على ايبسلون نود ايبسلون ار 1 في السيكنس بتاع العزل تي 1 بلس الالكتريك فلكس دنستي دي على ايبسلون نود في ايبسلون ار 2 في السيكنس بتاع العينه الثانيه تي 2 بلس الالكتريك فلكس دنستي دي على ايبسلون نود في ايبسلون ار 3 اللي هي السيكنس بتاع العينه الثالثه في تي 3، تمام؟ اخد دي على ابسلون نود عامل مشترك، هيتبقى لي تي 1 على ابسلون ار 1، تي 2 على ابسلون ار 2، تي 3 على ابسلون ار 3، هشيل الدي واحط كيو على الاريا اللي شرحنا على البليت، الاريا بتاعت البليت، يبقى كيو على ابسلون نود في ايه؟ تي 1 على ابسلون ار 1، تي 2 على ابسلون ار 2، تي 3 على ابسلون ار 3. انا عندي كاباسيتنس عباره عن الكيو على الفي، هحط كيو واحط الفي اللي هو ده كله المقدار ده كله، هي كيو هتروح مع كيو، هيتبقى لي ايبسلون نوت في ايه على تي 1 على ايبسلون ار 1، تي 2 على ايبسلون ار 2، تي 3 على ايبسلون ار 3، وبكده قدرنا نجيب الكاباسيتنس بتاع الكومبوسايت ميديم اللي هو بالشكل ده. حد عنده مشكله في دي؟ حته اخيره تاني معلش يا دكتور. تمام. انا عندي يعتبر ايه، عندي ثلاثة داي الكتريك. انت وصلت للحته دي سليم ولا دي مش مفهومه برضو؟ مش مهندس اللي بيسال. تمام. عندك الجزئيه اللي انا بشاور على دي مفهومه؟ تمام. ايه اللي مش مفهوم يا باشمهندس؟ قول لي دي ولا دي؟ الجزئية ده دكتور. ايه؟ الجزئية الأخيرة دي. طيب الجزئية الأخيرة بقول سي كاباستنس بتاعت الكومبوسايت ده كله، التوتال كاباستنس يعني بيساوي الشحنة اللي على البليت، ده في هنا بليت وهنا بليت على الفي. طيب الفي اهو أنا جبت اهو كيو على ابسلون نوت في ايه في واحدة، ده كله الفي. لو شلت الفي وحطيت المقدار ده كله، الكيو هتروح مع الكيو، والابسلون نود في ايه هتطلع من المقام للبسط، ودي هيبقى في المقام. مفهوم ولا مش مفهوم؟ تمام ماشي. بعد اذنك يا دكتور، اتفضل. هو الفلكس هيتوزع بالتساوي على كل عازل ولا هيختلف باختلاف؟ بالتساوي. بالتساوي ليه؟ هيتوزع طبقا لقيمه الابسلون ار بتاعت الميديم بتاعي. تمام. يعني انا دي على ابسم ار 1 هي مش هي دي على ابسم ار 2 مختلفه، صح؟ طب احنا يعني خدناها مشتركه ليه، مع انها مش يعني مش نفس ال، احنا خدنا المشترك ايه يا باشمهندس؟ دي على ابسلون نت، لان الابسلون نت ده كونستانت 8 85 100 في 10 سالب 12، ف
فراد بير متر الابسلون نوت دي كونستانت، والدي اللي هي الفلكس دنسيتي ثابت للثلاث عينات لانه عباره عن الشحنه على البليت على الاريا. المختلف هو ابسلون ار 1 ابسلون ار 2 ابسلون ار 3. تمام يا باشمهندس. تمام شكرا. طيب في حاجه اسمها الانيرج ستورد ان ذا كاباستور. الكاباستور ده اليمنت ممكن اخزن فيه الطاقه زي البطاريه بالظبط، واستخدامها في وقت معين في الدايره. يعني بقى اخزن بتاع في وقت معين عايز التفريغ بتاع الكاباستور ده يشغل لي دايره ثانيه. تمام، يبقى الانرجي ستورد ان ذا كاباستور بتخزن في شكل الكتروستاتيك فيلد اللي هو الالكتريك فيلد اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاي. يبقى الالكتريك فيلد ده الناشئ في الداي الكتريك ميديا. يبقى الستورد انرجي ده هتبقى عباره عن الالكتروستاتيك فيلد هو الميديم بتاعه الداي الكتريك. تمام، في حاله بقى ان الكاباستور ده عمل شحن او اتشحن بمقدار الستورد انرجي دي او التشارج، هيحصل له ديسشارج في وقت من الاوقات. لما يحصل ديسشارج للكاباستور الفيلد هينهار، وبالتالي الستورد انرجي هتنبعث من قيمه المكثف ده لتغذي دايره ثانيه او لاستفاده منها في دوائر اخرى. طيب عشان نفهم يعني ايه الانرجي بتاعت الستورد في الكاباستور، لو احنا فرضنا ان احنا عندنا قيمه الانرجي سبيند in the charging of the capacitor of the capacitance C to voltage V، يعني عشان اوصل للتوتال فولتج الموجود على الكاباستور V الانرجي الكاباستور ده هيفضل يشحن لغايه ما يوصل للتوتال فولتج ايكوال V. طيب لو انا افترضت عند اي مرحله من الشحن، طبعا الكاباستور ده مش بيتشحن في نو تايم، لا بياخد وقت في عمليه الشحن. لو افترضت ان في اي نقطه من مرحله التشارجنج البوتنشال ديفرنس اكروس ذا بليتس از في سمول، يعني قيمه في، طيب ماشي ايكوال، يبقى الانرجي عباره عن ايه؟ الورك دان عباره عن الانرجي عباره عن ورك دان ان شيفتنج وان كولوم فروم وان بليت تو انذر. يبقى الانرجي اللازمه لنقل كلو وان كولوم فروم وان بليت تو انذر دي اللي هي الورك دان اللي هي البوتنشال، يعني الفي عباره عن ورك دان ان شيفتنج وان كولوم فروم وان بليت تو انذر. طيب لو افترضنا ان الدلتا كيو دي اللي تشارج اللي تتشحن في المرحله الثانيه او نيكست ترانسفير دي، يعني فيبقى الشغل المبذول عباره عن ايه؟ بيساوي الفولتج في الشحنه. يبقى معدل تغير الشغل او الانرجي عباره عن البوتنشال في الموجود على التو بليد كاباستور دلوقتي على قيمه الشحنه اللي احنا هنقلها اللي هي دلتا كيو. لو افترضنا ان الدلتا كيو دي مقدار الشحنه اللي هتتنقل في الوقت ده، والفولتج الموجود على التو كاباستور في سمول، يبقى الانرجي او التغير في الانرجي ده عباره عن الفي اللي هو الفولتج في الشحنه الكهربائيه اللي هو دلتا كيو. طيب انا عندي من التعريف السابق للكاباستنس، عندي الكاباستنس بيساوي كيو على الفي، اقدر اقول يعني الكيو بتساوي الكاباستنس في البوتنشال. فلو شلت الدلتا كيو ده هيبقى عباره هشيل الكيو واحط سي في، هيبقى السي دي كونستانت اما الفي متغير، فاقدر اقول ان دلتا كيو دي بتساوي الكاباستنس في التغير في الفولتج اللي هو دلتا في، وبالتالي الدلتا دبليو دي او الانرجي التغير في الانرجي عباره عن الكونستانت سي للكاباستنس في الفولتج في ده هو في الدلتا في. يبقى نقول الحته دي تاني بيقول لي ايه مقدار الستورد انرجي لو انا عملت نقل من الشحنه بمقدار دلتا كيو. فهو مقدار الشغل مقدار الانرجي دي عباره عن الفولتج اللي موجود دلوقتي على التو بليتس في الدلتا كيو. من تعريف الكاباستنس بقول ان الكاباستنس بيساوي كيو على في، يعني اقدر اقول كيو بتساوي كاباستنس في الفي. السي دي كونستانت، وبالتالي لما اقول دلتا كيو ايه اللي هيتغير؟ معدل تغير الشحنه بيقابله معدل تغير في الفولت، يبقى سي كونستانت في الدلتا في اللي هي البوتنشال، فاقدر اقول هنزل الدلتا دبليو دي زي ما هي، الفيز السي كونستانت الفي زي ما هي، واحط الدلتا كيو دي عباره عن ايه؟ دلتا في، هيبقى سي في دلتا في. طيب
يبقى الورك دان المبذول للحصول على فولتج بين التو بليتس في، يبقى ال W دي عبارها كامل الجزء ده من زي من زيرو ال V، هيبقى زيرو ال V C V دلتا V، ال C كونستانت هشيلها، أكمل ال V عبارة عن V سكوير على 2 من زيرو ل V، يبقى لما كامل دي هيطلع نص C V سكوير، يبقى ال energy stored in the capacitor equal نص في الكاباستنس بتاعت الكاباستور في ال V الفولتج المطبق على التو بليت سكوير. تمام يا شباب؟ مفهومة لغاية دلوقتي الحتة دي؟ طيب لو انا افترضت لو انا اتفضل طب قلت تمام يعني مفهوم. طيب لو انا قلت ان السي هي بالفراد زي ما اتفقنا قبل كده والفي بالفولت، يبقى هقدر اقول ان الدبليو دي او الانرجي ستورد ايكوال نص سي في سكوير، وحدتها ايه؟ وحدة الانرجي جولز. تمام؟ ممكن اشيل السي واحط كيو على في، مش انا عندي السي بتساوي كيو على في، لما اشيل السي واحط كيو على في هيبقى نص كيو في سكوير على في، هتبقى تبقى في، يبقى نص كيو في. طيب ممكن اشيل الفي واحط ايه؟ الفي عباره عن كيو على سي، كيو على سي يبقى نص سي كيو سكوير على سي سكوير، هتبقى لي سي في الوسط، يبقى نص كيو تربيع على سي جول. يبقى اقدر استخدم بمعلومية المعطيات، لو عندي السي والفي هقول نص سي في سكوير، لو عندي الكيو والفي هقول نص كيو في، لو عندي الكيو والسي هيبقى كيو سكوير على 2 سي جولز، الوحدة في النهاية بتاعت الستورد انرجي ايه؟ جولز، لما يكون الكيو بالكولومز والسي انفراد، يبقى الانرجي ستورد بالايه؟ بالجولز. مفهوم يا شباب؟ طيب نشوف بقى أمثلة على الكلام ده. يقول لي ايه؟ A capacitor consist of two similar square aluminum plate. يعني عندي نفس الشكل اللي احنا شفناه ده، هقوله لكم ده الشكل ده، بقى هو بيقول لي عندي two plates بس كل plates من الالومنيوم، يعني من الالومنيوم معدن اسمه الالومنيوم. تمام؟ طيب الاريا بتاعت الاريا بتاعت البليد دي قال لي هو 10 في 10، يعني البليد ده عباره عن 10 سم في 10 سم، يعني 100 سم مربع يعني. Mounted parallel and opposite to each other، يعني محطوطين قصاد بعض كده، parallel قصاد بعض وبينهم عازل كهرباء. تمام؟ What is their capacitance in microfarad؟ ماشي؟ The wind distance between them is 1 cm and the thickness and dielectric is air. يعني بيقول لي لو انا عندي التو dielectric دول بينهم عازل هواء والمسافه بين التو بليتس 1 سم، هشوف المطلوب الاولاني. انا عندي السي كاباسنس بيساوي ايبسلون نود في ايبسلون ار في ايه على دي، العازل اللي معايا دي هواء، يبقى ايبسلون ار بكام؟ بكام يا شباب؟ واحد يا دكتور. واحد. يبقى عندي يبقى قيمة إبسلون نود في واحد في إيه على الدي. طيب إبسلون نود ده كونستان، قيمته قد إيه؟ 8.85% في 10 أس سالب 12 وحدته فراد بر متر. طب الإريا اللي هو مديهولي بتاع البليت 10 في 10 يبقى 100 سنتيمتر مربع، عشان أحولها للمتر مربع أضرب في 10 سالب 4 هيتبقى لي 10 أس سالب 2 متر مربع. طيب السكنس اللي بتوين التو بليتس أو السكنس بتاع الهواء عبارة عن 1 سنتي، يعني 10 أس سالب 2 متر. أطبق في القانون كاباسنس بيساوي 8.85% اللي هي الإبسلون نود في 10 سالب 12 في الإريا 10 سالب 2 متر مربع على السكنس 10 سالب 2 متر، هيطلع لي 8.85% في 10 سالب 12 فراد. يا ممكن أشيل 10 سالب 12 ده وأقول 8.85% مايكرو فراد، صح كده ولا غلط؟ لا يا دكتور مش مايكرو بقى، هتبقى فراد بيكو، صح؟ بيكو بيكو فراغ. مايكرو نعم بس هنا تمام، يبقى صح مايكرو اوكي ايه كده صح او بيكو فراغ يعني مايكرو مايكرو زي ما قال ابن نيلكو او بيكو فراغ يعني.
بيكو فراد. المايكرو في المايكرو اللي هو 10 سالب 12 بيكو بيكو يعني. طيب هو عايز ايه تاني؟ بيقول لي اف ذا كاباستور is given a charge of 500 micro column أو 500 بيكو كولوم micro micro يعني 500 بيكو كولوم. What will the difference of potential between plates؟ عايز ال V. بيقول لي لو الشحنة 500 بيكو بيكو كولوم عايز الايه؟ ال V. طب أنا عندي ال C بتساوي ال Q على ال V. الكباستنس أنا جبتها ال V عبارة عن ايه من هنا؟ Q على C. ال Q مديها لي بكام؟ ب 500 بيكو 500 في 10 500 في 10 سالب 12 على الكباسس اللي انا جبتها 8 85 في 10 سالب 12 فراد هيتبقى لي 500 على 8 85 يطلع لي 56.5 فولت دي المطلوب رقم 2 بيقول لي how will this be affected if the space between the plates is filled with wax which has a relative permittivity of 4. الوكس ده مادة عزلة تمام؟ بيقول لي لو شلت الهواء وحطيت مكانه المادة العزلة دي اللي هي الإبسون R بتاعتها 4 دكتور هيحصل إيه للكاباستنس؟ دكتور نعم؟ معلش بس عشان النت كان قاطع عندي معلش ممكن تعيد حتة بتاع 500 مايكرو فراد تمشي المفروض في 10 سالب 6 ولا لا هو بيقول لي 500 مايكرو مايكرو يعني 10 سالب 12 يعني بيكو بيكو كولوم يعني تمام مضروبين في بعض يعني او تمام طيب بيقول لي بقى لو ان انا شلت الهواء الهواء بتوين التوبليت وحطيت عازل قيمه الابسون ار بتاعته 4 ايه اللي يحصل للكاباستنس حد يقول لي يا شباب بدل الهواء حطيت عازل كله بتاعت 4 نضرب القيمه الكليه للكاباستنس في 4 او ممكن نعيد الخطوات من الاول بس بدل ما نعوض بالابسلون ار بواحد نعوض بيها ب 4 شاطره يا باشمهندس يبقى دلوقتي انا جبت الكاباستنس في حاله الهواء صح الكاباستنس في حاله الهواء 56.5 سوري 8.85 في 10 سالب 12 او 8.85 بيكو فراد لو ضربتها في 4 اللي هي قيمه الابسلون ار هجيب التوتال كاباستنس في حاله ان انا بدلت الهواء بالعازل اللي هو ابسلون ار بتاعته باربعه ليه؟ لان لو شفت في البدايه خالص لما جبت الكاباستنس بتاعت الهواء هلاقي الابسلون ار بتاعتي بواحد لكن في الحاله الجديده ابسلون ار باربعه يبقى انا اجيب الكاباستنس في حاله الهواء واضربها في اربعه يديني الكاباستنس في حاله العازل اللي هو الابسلون ار بتاعته اربعه يبقى 8.85 في اربعه يديني 35.4 بيكو فراد تمام يا شباب؟ طيب الفولتج بيساوي ايه هو بيقول لي عند التشارج التشارج كده كده هتفضل ثابته تمام يحصل ايه للفولتج مع الفولتج والكاباستنس علاقه عكسيه لو الكاباستنس زاد لاربعة تايمز يبقى الفولتج يقل لاربعة يبقى اقسم الفولتج اللي انا جبته في حاله الهواء واقسمه على اربعة يبقى 56.5 على اربعة يديني 14.1 فولت تمام يا شباب حد عنده مشكلة في دي؟ طيب المسألة اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ لو انا حبيت يا جماعة في المسألة دي زودت مطلوب كده وقلت لك احسب الانيرجي ستورد في الكاباستور في الحالتين نص سي في سكوير في حاله الهواء السي بتاعت الهواء والبي هي اللي واخدها في حاله الهواء مربعه طيب لما حطيت داي الكتريك هيبقى نص سي الكاباستنس الجديده في الفي الجديده مربعه يبقى انا ممكن ازود لك في المساله ازاي تحسب الستورد انرجي تمام يا شباب بمعلوميه المعطيات اللي معاك طيب المساله اللي بعد كده بيقول لي كاباستنس اوف ذا كاباستور فورمد باي تو بارل بليت ميتلز يعني برضو نفس القصه ميتلز بس ما حددليش الميتلز ده ايه بيقول لي ان الاريا بتاعت البليتس 200 سنتيمتر مربع والاريا المسافه بين التو بليتس محطوط داي الكتريك
سيكنس بتاع 4 ملم وقيمة الكباستنس عبارة عن 4 × 10,000 مايكرو فراد. يعني هو دلوقتي مديني الاريا ومديني السيكنس بتاعت العزل 4 مليمتر ومديني الكباستنس بتاعت التوبر البليت دول 4 × 10,000 مايكرو فراد. بيقول لي البوتنشال ديفرنس الفولتج المطبق على التوبليت 20 كيلو فولت او 20,000 فولت ماشي. كالكوليت عايز التوتال تشارج اون ذا بليت دي اول مطلوب، عايز التشارج الموجوده على البليتس، البوتنشال جريدينت يعني عايز الفولتج بالنسبه فولتج بير ميتر، الفولتج البوتنشال جريدينت ده بنسميه الالكتريك فيلد انتنسيتي اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو الاي. لو قال لك بوتنشال جريدينت او الكتريك فيلد انتنسيتي هي البوتنشال جريدينت هو الالكتريك فيلد انتنسيتي، وعباره عن ايه؟ فولت على الديستانس، على الفولت المطبق على التو بليتس على الديستانس ايه بتوين التو بليتس. طيب بعد كده عايز الريليتيف بيرميتيفيتي اوف ذا داي الكتريك، عايز الابسلون ار بتاعت الداي الكتريك اللي انا حاططها. اخر حاجه عايز الالكتريك فلكس دنسيتي اللي هو دي. نشوف اول مطلوب، عايز التوتال تشارج اون ذا بليت. انا عندي المعلومات ايه؟ عندي الاريا وعندي السيكنس وعندي الكباسيتي. لما انا عندي احط القانون يبقى السي الاول ب 4 × 10^4 مايكرو فراد، الفي ب 20 × 10^4 فولت. طب انا عندي السي بتساوي الكيو على الفي، يعني انا اقول الكيو بتساوي السي في الفي. انا عندي السي 4 × 10^4 والفي اللي هي 2 × 10^4، الخارج هيطلع 8 مايكرو كولوم او 8 × 10^6 كولوم. دي اول مطلوب اللي هي التوتال تشارج اون ذا بليت. البوتنشال جريدينت ان فولتج على الميتر، البوتنشال جريدينت هي الفولت اللي هو 2 × 10^4 على السكنس بتاعت العزل اللي هي 4 × 10^3 4 مليمتر، يعني 4 × 10^3 هيطلع 5 × 10^6 فولت على الميتر. قلنا البوتنشال جريدينت هو الالكتريك فيلد انتنسيتي اللي هو الاي اللي احنا خدناه قبل كده. دي تاني مطلوب. تالت مطلوب عايز الريليتيف بيرميتيفيتي اوف ذا داي الكتريك. طيب عشان اجيب الريليتيف بيرميتيفيتي لازم اجيب الالكتريك فلكس دنسيتي الاول. انا عندي الدي اللي هو الالكتريك فلكس دنسيتي عباره عن الشحنه كيو على الاريا. طب الشحنه انا جبتها 8 × 10^6 على الاريا اللي هي 200 × 10^4 لان 200 سم مربع، عشان احولها لمتر مربع اضرب في 10^4 هيديني الدي ب 10 × 10^4 كولوم بير متر سكوير. وعند الاي انا جبتها اللي هي البوتنشال جريدينت 5 × 10^6 فولت على المتر. طب ايه العلاقه اللي بتربط الدي بالاي؟ قال لك ان الدي بيساوي ابسلون نوت في ابسلون ار في اي. انا عندي الدي واي جبتها، والابسلون ار الابسلون نوت دي كونستانت اللي هي 8 × 85 × 10^12 فراد بالمتر. يبقى منها اقدر اجيب الابسلون ار بيساوي الدي على ابسلون نوت في اي. الدي جبتها 4 × 10^4 كولوم على المتر سكوير على الابسلون نود، قلنا 8 × 85 × 10^12 فراد بالمتر. في الالكتريك فيلد اللي هو 5 × 10^6 بيديني الابسلون ار او الداي الكتريك الريليتيف بيرميتيفيتي اوف داي الكتريك بيساوي 9. في مشكله يا شباب في دي؟ معلش يا دكتور بس ممكن البوتنشال جريدينت ثاني؟ البوتنشال جريدينت هو الاي، مش احنا خدت تعريف الاي قبل كده؟ هو الفولت على الديستانس، الفولت على السيكنس بتاع العينه او الديستانس بتوين التو بليتس. انا عندي الفولت اصلا مطبق على التو بليتس 20,000 فولت يعني 2 × 10^4 على السيكنس بتاع العينه او المسافه بتوين التو بليتس كام؟ 4 مليمتر، يبقى 4 × 10^3 يبقى البوتنشال جريتر في على الدي 5 × 10^6. في مشكله عندك؟ تمام دي معلش يا دكتور. ايه؟ مطلوب دي. المطلوب دي. طيب المطلوب دي هو عايز الريليتيف بيرميتيفيتي او الالكتريك فلكس دنسيتي. المفروض يطلب الالكتريك فلكس دنسيتي قبل البيرميتيفيتي. طب عشان اجيب البيرميتيفيتي هجيب الدي الاول. الدي عباره عن ايه؟ كيو على الاريا. ادي الكيو وعلى الاريا جبت 4 × 10^4 كولوم على المتر. والاي جبتها اللي هي الفولتج جريدينت 5 × 10^6 فولت على المتر. طب ايه العلاقه اللي بتربط الدي بالاي؟ ان الالكتريك فلكس دنسيتي بيساوي ابسلون نود اللي هي الكونستانت دي في ابسلون ار اللي هي البيرميتيفيتي بتاعت الميديم في الالكتريك فيلد انتنسيتي او البوتنشال جريدينت. من هنا اجيب ابسلون ار، اجيب ابسلون ار منهم من القانون ده.
هيبقى ايه؟ هنتلخبط بس في الايلكتريك بروكسي ليست والبوتنشال جراديانت. الفرق بينهم في بعضهم. بص ايوه الالكتريك فلكس دنسيتي عباره عن شحنه على الاريا، تمام؟ البوتنشال جراديانت او الالكتريك فيلد انتنسيتي هي فولت على ديستانس. تمام يا باشمهندس؟ تمام. ايه اللي بيربط بينهم بقى؟ ان الدي علاقتها ايه بالاي؟ ان الدي بتساوي ايبسلون نوت في ايبسلون ار في اي. تمام. طيب المساله اللي بعد كده بيقول لي ابرر البليت كاباستور هاز 3 داي الكتريك. 3 داي الكتريك زي المثال اللي احنا شفناه ده، هوريه لكم اللي احنا قلنا عليه من شويه. 3 داي الكتريك زي المثال ده بالظبط، زي الاثبات ده بالظبط. هو بيتكلم على المساله الجديده على الجزئيه دي. طيب يقول لي ايه؟ ابرر البليت كاباستور هاز 3 داي الكتريكس وذ ريليتيف بيرميتيفيتي ايبسلون ار 1 5.5، الماده العازله الاولى ايبسلون ار 1 بتاعتها 5.5، ايبسلون ار 2 2.2، ايبسلون ار 3 1.5. وبيقول لي ذا اريا اوف اتش بليت، يعني الاريا بتاعت البليتس بتاعت الميتال بليتس 100 سنتيمتر مربع، والثيكنس اوف اتش داي الكتريك كل داي الكتريك الثيكنس بتاعتها 1 ملم. Calculate the stored charge in the capacitor when a potential difference of 5000 volt or 5 kilovolt is applied across a composite capacitor so formed. تمام؟ يعني بيقول لي ايه؟ عايز قيمة الكاباستنس، قيمة التشارج الموجودة على البليتس نتيجة لهذا الكومبوسايت، والفولتج المطبق الكلي على الثلاثة داي الكتريك، يعني الفولتج الفي كلية ب 5000. من الاثبات اللي احنا ثبتناه قبل كده ان السي بتساوي ايبسلون نوت في ايه على السيكنس الاولاني بتاعت العينه الاولانيه على ايبسلون ار 1 بتاع العينه الاولانيه، دي 2 على ايبسلون ار 2، دي 3 على ايبسلون ار 3. طب ايبسلون نوت بكام؟ ب 5.85 في 10 سالب 12 فراد بالمتر. الاريا مديها لي بكام؟ ب 100 سنتيمتر مربع، يبقى 100 في 10 سالب 4. تمام؟ على السيكنس الاولاني كام؟ هو قال لي كل يعني التلاتة سيكنس قد بعض لكل ايه؟ عينة من العزل، يبقى واحد دي واحد عبارة عن 10 سالب 3، لان عايز احول 1 ملم لمتر، 10 سالب 3 على 5.5، دي 2 ب 10 سالب 3 على 2.2، 10 سالب 3 على 1.5، هيطلع القيمة دي 292 بيكو فراد. دي أول مطلوب. Calculate the potential gradient developed in each dielectric of the capacitor. هو كده عايز الفولتج جريدينت الكلي ولا عايز الفولتج جريدينت على كل عزل؟ خلي بالك يا دكتور، هو كان عايز اقول مطلوب الستورد تشارج مش الكاباستور، فبالتالي يو بتساوي اقول لك سوري ماشي. الستورد تشارج احنا جبنا الكاباستور بعد كده صح؟ بالظبط كده. ممكن اقول الشارج بقى، الشارج بعد كده عباره عن السي في الفي، السي كليه في الفي كلي. السي كليه بكام؟ ب 292 في 10 سالب 12 بيكو فراد، يبقى 292 في 10 سالب 12 في الفولت ب 5000 هيديني 146 في 10 سالب 4 كله. ده المطلوب الاولاني. المطلوب الثاني عايز البوتنشال جريدينت على كل ايه؟ عينه من العزل. انا عندي ثلاث انواع من العزل، عندي مره عندي 5.5 ايبسلون ار 2.2 1.5. اجيب بقى البوتنشال جريدينت ازاي على كل سيكنس بتاع مثال عزل؟ انا عندي اول حاجه الدي ثابته صح، قلنا الدي ثابته للكل اللي هي عباره عن الشحنه على التو بليتس على الاريا بتاعت البليت. الشحنه 146 في 10 سالب 8 على الاريا ب 100 سنتيمتر مربع، 100 في 10 سالب 4 يطلع لي كام الدي؟ 146 في 10 اس سالب 6، ووحده الدي هي الكولوم على المتر سكوير. طيب عشان اجيب الجي 1 اللي هو البوتنشال جريدينت على السكنس الاولاني او على العزل الاولاني او بنسميه الالكتريك فيلد اي، الجي هو الاي، اي 1 عباره عن الدي الثابته على ايبسلون نوت
في ابسون ار 1 يبقى انا عندي الديج بتاعها ب 146 في 10 سالب 6 على ابسلون نود 8.85 في 10 سالب 12 ده ثابت. في الابسون ار 1 بكام؟ ب 5.5 هيديني 3 في 10 6 فولت على الميتر. يبقى انا جبت البوتنشال جريدينت على على الايه، على العينه الاولى بتاعت العزل. طيب جي 2 عباره عن اي 2 اللي هي الدي على ابسلون نود في ابسون ار 2. الدي انا نفس القصه، احط الدي واحط الابسلون ار 2 اللي هي 2.2 يطلع لي 7.5 في 10 6 فراد بير متر، افولت بير متر. طب جي 3 هي عباره عن الدي على ابسلون نود في ابسلون ار 3 هيديني 11 في 10 6 فولت على المتر. مفهومه يا شباب كده؟ مفهومه دي؟ مش المفروض البوتنشال جريدينت ده ان الفولت على المساحه، على الاريا، على السوري، على على السيكتس بتاع السيكتس بتاع الداي الكتريك. قلنا 5000 طيب على السيكنس دون و 5000 على السيكنس الثاني. 5000 ايه بس؟ بص بص يا باشمهندس، مش انا عندي علاقه بتربط بين الفولتج والالكتريك فيلد؟ تمام. انت اللي انت عارفها دلوقتي ايه بتساوي في على دي صح؟ اه. وفي علاقه ثانيه اهي، الدي بتساوي ايبسلون نوت في ايبسلون ار في اي. العلاقه اللي بتربط الفيلد انتنستي بالالكتريك فلكس دنستي صح؟ تمام. طيب عشان اجيب الاي دي بيساوي الدي على ايبسلون نوت في ايبسلون ار اللي انا عملتها هنا، والدي على ايبسلون نوت في ايبسلون ار. بس انا بقول ايه، الجي 1 او الاي 1 هي عباره عن الدي، دي ثابته على الثلاث عينات او على الثلاثه داي الكتر، لان بيساوي الشحنه على الاريا بتاعت البليدز. هما دخلتها اصلي في في المطلوب المساله اللي فاتت رقم بيه دخلتهم في بعضهم. انت فهمت كده كويس؟ تمام ماشي. مش ماشي، انت فهمت؟ انا متلخبط صراحة مطلوب رقم بيه اللي هو بوتنشال جريدينت ده لما استنى. بص يا باشمهندس، بص دي على الدي اكس. طيب احنا مش احنا خدنا البوتنشال جريدينت قبل كده، الاي بتساوي الفي على الدي. اه طيب انا ما عنديش هنا ال دي كليه مثلا يعني. تمام. هو دلوقتي عشان يجيب الاي ممكن اقول اي الكليه اللي هي الالكتريك فيلد الكليه بتساوي الفي الكلي ماشي على الديستانس الايه، المجموعه الثلاثه سيكتس بتاعه العينات. بس هو مش عايز كده، هو عايز البوتنشال جريدينت على كل عينه. تمام تمام. ايه الثابت عندي في الثلاث عينات اللي هو ايه؟ دي الدي صح، لكن كل عينه الابسلون ار بتاعتها مختلفه. هقدر احسب لو جي 1 هقول الدي او الاي 1، جي 1 هو الاي 1 بيساوي الدي اللي هو الثابت على الـ على 2 3 داي الكتريك على ابسلون نوت في ابسلون ار 1. جبت منها الجي 1 اللي هي البوتنشال جريدينت على العينه الاولى بتاعت العزل. جي 2 نفس القصه، جي 3 نفس القصه. هما تمام يا دكتور. تمام. طيب هناخد الكباسنس ان سيريز والكباسنس ان بار. لو عندي كباسترز ان سيريز وكباسترز ان بار، لو انا عندي مثلا سي 1 زي الشكل اللي احنا شايفينه، سي 1 سي 2 سي 3 دول سيريز مع بعض بالشكل ده، والبوتنشال ديفرنس كل في اللي هو ده، والفي 1 والفي 2 والفي 3 اللي هي الفولتج على كل ايه كباستور، يعني الفي كليه دي هتتجزا في 1 في 2 في 3، والسي اللي هي الكومبايند اور ايكويفالنت اور جوين كاباسنس، يعني المحصله الكليه للكاباسنس دي. طيب ده بالنسبه للسيريز. السيريز عندي الفولتج الكلي بيتجزا في 1 في 2 في 3، يبقى في 1 زائد في 2 زائد في 3. في السيريز الشحنه واحده، الشحنه على كل كاباستور واحده. تمام. وبالتالي عندي الفي كليه بتساوي الشحنه الكليه اللي هي الكيو اللي هي الشحنة على كل كاباستور برضو على الكاباستنس الكلية، يبقى نشيل الفي دي واحط كيو على سي. طيب في 1 عبارة عن الكيو على سي 1، في 2 كيو على سي 2، في 3 كيو على سي 3. الكيو كلها تروح مع بعضها، يتبقى لي 1 على سي تساوي 1 على سي 1، 1 على سي 2، 1 على سي 3. يبقى بالنسبة للكاباستور هي عكس الريزيستور. الريزيستور لو انا المتوصلين سيريز يبقى هجمع دي زائد دي زائد دي، لكن في الكاباستورز لا،
الكاباستورز السيريز عكس السيريز هو البارل في الريزيستور، والبارل هو السيريز في الريزيستور. مفهوم الكلام اللي انا بقوله ولا توهتكم؟ حد يرد يا شباب؟ تمام تمام. يبقى انا عندي لو كاباستورز ان سيريز بالشكل ده، يبقى الواحد على سي سي كليه، واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين زائد واحد على سي تلاته. طيب بالنسبه لما يكون الكاباستور بارل، يعني سي واحد سي اتنين سي تلاته بارل مع بعض، الفولت هيبقى واحد على كله. الفولت هنا على سي واحد هو الفولت على سي اتنين هو الفولت على سي تلاته اللي هو الفي، والشحنه هتتجزا في واحد في اتنين في تلاته. يبقى التوتال تشارج عباره عن في البارل عباره عن في واحد زي كيو 2 زي كيو 3. طيب الكيو كليه عباره عن السي كليه في الفولتج الكلي في. طيب الكيو على الكيو 1 عباره عن سي 1 في الفي 1 اللي هي الفي، لان الفي ثابت على الثلاثه، يبقى سي 1 في في زائد سي 2 كيو 2 بيساوي سي 2 في في، كيو 3 بيساوي سي 3 في في. في هتروح مع في، اتبقى ان التوتال كاباسنس في حاله البارل بيساوي مجموعهم سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3. مفهوم يا شباب؟ يعني ده عكس الريزيستور. تمام تمام يا شباب ولا ايه؟ اه تمام تمام يا شباب. بيقول لي في المثال ده تطبيق على الكلام اللي انا قلته ده، فاين سي ايكويفالنت بالنسبه للشكل اللي انت شايفه ده المايكرو فراد. لو انا جيت بصيت للاثنين دول، الاثنين دول ان سيريز صح؟ ده واحد واثنين، بيقول لي واحد مايكرو فراد واثنين مايكرو فراد، الاثنين ان سيريز صح؟ تمام اه. هيبقى واحد على سيك كليه يساوي واحد على واحد زائد واحد على اثنين، اجيب السيك كليه بتاعت الاثنين دول. تمام يا شباب؟ سيك كليه هتبقى بارلل مع الاربعه دول. تمام؟ هيتجمعوا. هيتجمعوا بعد ما اجيب المحصله بتاعت دي ودي، هجمعوا مع الاربعه. سي الكليه بتاعت واحد واثنين يا دكتور صح؟ نعم. سي الكليه بتاعت واحد واثنين صح؟ اللي انا جبتها. ايوه سي الكليه بتاعت واحد واثنين هيبقوا بارل مع الاربعه دول صح؟ تمام. بعد اما اجيب البارل محصلتهم يعني هيبقى سيريز مع ده. تبقى سيريز مع الاثنين. طيب وبعد كده المحصله الكليه بارل مع ده. تمام. تمام؟ تعرفوا تعملوها؟ هيطلع في النهايه 4 4 4 من 10 مايكرو فراد. تعرفوا تعملوها ولا صعبه؟ لا نعرف نعملها. تمام. زي الفل. طيب بيقول لي ايه في المساله اللي بعد كده؟ تو كاباسترز اوف كاباستنس. بصوا يا شباب انا مش حاطط شيت معين للمثال، لان كل المسائل الافقره انا جبتها لكم في الايه؟ في البي دي اف. تمام؟ اوكي كده. لو في بعض المسائل بسيبها للسكشن يحلوها. طيب تو كاباسترز اوف كاباستنس 4 مايكرو فراد و2 مايكرو فراد ار جويند ان سيريز ويز ا باتري اوف الكتروموتيف فورس 100 فولت. يعني الفولتج المطبق على التو كاباستور ان سيريز ده الفولتج كل 100. تمام. ذا كونكشنز ار بروكن، يعني فصلنا فصلنا التوصيل ده ووصلنا ان ذا لايف تيرمينال اوف ذا كاباستورز ار زين جويند. يعني معنى الكلمتين اللي هم اللايف تيرمينالز اوف ذا كاباستور ار جويند، يعني انا وصلتهم امبارل بدل ما هم كانوا موصلين سيريز وصلتهم امبارل. فاين ذا فاينل تشارج اون اتش كاباستور. في الحاله الاولى انا عندي ايه؟ الكاباستور متوصلين سيريز، يعني اقدر اقول الشحنه كام؟ الشحنه واحده صح؟ الشحنه على التو كاباستور ايه؟ واحده، لان دول سيريز نفس الشكل ده بس اتنين بس. الفي هيتجزا لفي واحد وفي اتنين، في واحد وفي اتنين، يبقى انا قدرت اجيب الشحنه في واحد عباره عن ايه؟ فضل ارسم عشان اوضح. بص يا باشمهندس هم نفس القصه دي بس بدل الثالث ده هيبقى اتنين بس صح؟
تمام. عند ال V جزأت ل V واحد زائد V اتنين. الشحنة هنا نفس الشحنة اللي هنا صح؟ صح يا باشمهندس ولا لا؟ تمام. طب قيمة الشحنة هنا عبارة عن C واحد V واحد صح؟ الكيو هي C واحد V واحد أو C اتنين V اتنين صح؟ تمام. طب لو قلت C واحد في V واحد، C واحد بكام؟ بأربعة. في V واحد اللي أنا عايزه، C اتنين باتنين، في V اتنين أنا عايزه، يقدر أقول إيه؟ إن V اتنين من المعادلة دي بيساوي اتنين V واحد. تمام؟ طيب الفولتش الكل V عبارة عن V واحد زائد V اتنين، يبقى V واحد زائد V اتنين بيساوي الفولتش الكل اللي هو مية. تمام يا شباب؟ عندي معادلتين في مجهولين، عندي معادلتين في مجهولين، احلهم اجيب في 1 ب 100 على 3 فولت وفي 2 بيساوي 200 على 3 فولت. مفهومه دي؟ معلش يا دكتور تاني معلش. طيب دلوقتي انا عندي 2 كاباستور ام سيريز، افترض سي 3 ده مش موجود، يبقى انا عندي سي 1 وسي 2. الفي كلية اتجزأت في واحد في اتنين، الكيو هنا هي نفس الكيو هنا، فما اقول الكيو دي عبارة عن ايه؟ سي واحد في واحد، سي واحد بكام؟ باربعة. في في واحد انا عايزها، كيو التانية برضو سي اتنين في في اتنين، سي اتنين بكام؟ باتنين. في في اتنين انا عايزها، يبقى في اتنين من هنا بيساوي كام؟ اتنين في واحد من المعادلة الاولانية دي، في اتنين بيساوي اتنين في واحد، صح كده؟ صح. طيب نرجع اقول الفي كلية عبارة عن ايه؟ في واحد زائد في اتنين صح؟ في واحد زائد في اتنين بيساوي الفي كلية اللي هي كام؟ مية صح؟ طيب انا عندي المعادلة الاولى اهي والمعادلة الثانية اهي، معادلتين في مجهولين، هطلع في واحد بمية على تلاتة، في اتنين هتحلهم اطلع في واحد بمية على تلاتة، في اتنين متين على كام؟ على تلاتة. على تلاتة. طيب لو انا قلت Q1 بيساوي Q2 بيساوي كام من المعادلة دي؟ هقسم بقى اللي هي Q1 Q2 بيساوي V1 أنا جبتها بكام؟ ب 200 على 3 في C1 في 2 يبقى 400 على 3 مايكرو كولوم، يبقى أنا عشان أجيب Q1 اللي هي بتساوي Q2 بيساوي V1 في C1 أو C2 في V2، C1 V1 اللي هي 200 على 3 في سي واحد اللي هي اتنين. تمام يا دكتور. تمام يا شباب، يبقى 200 على 3 هي في 2 في سي 2 هتطلع 400 على 3 مايكرو كولوم. مفهومه لغايه كده؟ طيب التوتال تشارج اون ذا كاباستور هي مجموع الشحنه على 1 زائد 2، الشحنه هم متساويين، يبقى 400 في 2 على 3 يبقى 800 على 3 مايكرو كولوم. تمام، ده اول مطلوب. مفهوم اول مطلوب؟ تمام. طيب لو انا وصلت بقى فصلتهم ووصلتهم ان بارل، وصلتهم ان بارل يعني بدل ان سيريز هيبقى كيو سي 1 وسي 2 ان بارل، ماشي كان سي 3 دي مش موجود في المساله دي، هيبقى سي 1 وسي 2 ان بارل على فولت واحد، يعني الفولتج ده هو نفسه على الفولت سي 2 هو نفسه على الفولت سي 1 لان 3 بارل. طيب التوتال تشارج الكيو عباره عن 800 على 3 انا جايبها قبل كده. طب التوتال كاباستنس وهما بارل سي 1 زائد سي 2 اللي 4 زائد 2 اللي هي 6 مايكرو فراد، يبقى الفي الكليه بتساوي اللي تشارج الكليه 800 على 3 على الكباسنس الكليه اللي هي 6 يطلع 400 على 9 ايه فولت، ده الفي الكلي. طب لو عايز الشحنه كيو 1 بقول كيو 1 بيساوي الفي في السي، الفي الكليه اللي هي نفس الفي على سي 1 نفس الفي على سي 2 يساوي 400 على 9 في الكباسنس سي 1 4 هيطلع 1600 على 9 178 مايكرو كولوم. طب كيو 2 بتساوي الفولت اللي هو نعم. معلش يا دكتور، هو في المطلوب الاول ليه الكيو 1 بتساوي كيو 2؟ مش المفروض ان الكيو بتساوي السي في الفي؟ توصيل على التوالي. بص يا باشمهندس، احنا اتفقنا ان التوصيل على التوالي الشحنه على كل كباستور واحده. تمام. يعني متساويين، الشحنه هنا نفس قيمه الشحنه اللي هنا نفس قيمه الشحنه اللي هنا،
طيب احنا ليه اخترنا بالفي 2 وعوضنا بيها؟ ليه مش مثلا في 1 اللي هي 100 على 3؟ ما هو 100 على 3 هتضربها في كام؟ قولي معايا 2 بقى انت كده ولا في 4 اه هتطلع نفس القيمه. ايوه انا ما خدتش بالي. تمام شكرا يا دكتور. طيب احنا بنتكلم عن مطلوب رقم 2 ان التوتال تشارج وهم بارل هو نفس التوتال تشارج وهم سيريز 800 على 3. طب التوتال كاباسيتنس هم بارل يعني هجمعهم 4 زائد 2 6. طب الفي الكليه اللي هي في الكليه هي الفي 1 هي في 2 الاثنين واحد لانه بارل يبقى في بتساوي الكاباسيتنس 800 على 3 على ال 6 اللي هي الكاباسيتنس 6 يديني 400 على 9 فولت. ده الفي الكليه. طب لو عايز اجيب الكيو 1 الكيو 1 كيو بتساوي سي في يبقى الكيو 1 بتساوي سي 1 في في سي 1 ب 4 في في ب 400 على 9 يديني 178 مايكرو كولوم. طب كيو 2 بتساوي في في سي 2 في بكام؟ ب 400 على 9 في سي 2 ب 2 هيطلع لي 89 مايكرو كولوم. لو جمعت الاثنين هيديوني 800 على 3 مايكرو كولوم. تمام يا شباب؟ دكتور طب هي التوتال تشارج اوف بوث كاباسيتورز اللي هي 800 على 3 هو انا عامه عارف خلاص عرفت ان كيو 1 بتساوي كيو 2 بتساوي 400 على 3 تمام بقوا 800 على 3 بقى ازاي؟ ضربت في 2 يعني؟ ما هو ما جمعتهم مش كل واحد مش الشحنه دي نفس يعني دي متساويه مع الشحنه دي فان سيريز جمعتهم كيو 1 زائد كيو 2 صح كده؟ تمام بس هو مش سيريز اجمع الفولتات لكن الكيوهات ثابته؟ لا انت بتتكلم على الكيو على كل كاباستور متساوي وليست ثابته. متساوي يعني ايه؟ يعني كيو هنا نفس الكيو اللي هنا نفس الكيو اللي هنا اما في البارل كيو مختلفه الكيو اللي هنا غير الكيو اللي هنا غير الكيو اللي هنا. تمام يا باشمهندس. فبالتالي في حاله السيريز برضو الكيو هي نفسها هي الكيو اللي هنا بس التوتال تشارج هي مجموع اللي تشارج على كل كاباستور. تمام خلاص تمام كده تمام تمام البودي بتوزع على التوالي على التوازي قصدي على التوازي. لا هتلاقي الفي هنا الفي هي الفي دي هي ايكوال الفي على سي 1 هي ايكوال على الفي على سي 2 هي ايكوال على الفي على سي 3 لانه بارل صح. التوالي بقى على التوالي بيتجزأ في بتجزأ في 1 في 2 في 3 ده حاجات بسيطه بتاعت الهندسه الكهربائيه كده بس. ماشي حد عنده مشكلة تاني؟ طيب بيقول لي عندي 3 كاباستور A and B and C زي ما انت شايف كده. قيمة الكاباستنس 10 C1 ب 10 C2 ب 50 C3 ب 25 Calculate the charge on each. عايز الشحنة على كل كاباستور وين كونكتد ان بارل هو 250 فولت سبلاي. يعني انا عندي 3 كاباستور اهو متوصلين ان بارل على بوتنشال ديفرنس الكلي 250 فولت. عايز التشارج اون اتش اي ان اتش وين كونكتد ان بارل. طيب ان بارل السي الكليه هنا عشان اجيب الشحنه هو عايز ايه؟ عايز الشحنه على كل كاباستور لان هنا بارل فكل الشحنه بتتجزا كيو 1 كيو 2 كيو 3. عشان اجيب كيو 1 عباره عن سي 1 في الفي 1 اللي هي الفي لان قلنا هنا بارل يعني الفي ثابته يبقى كيو 1 بتساوي سي 1 في في سي 1 مديهولي ب 10 في في ب 250 هيديني 2500 مايكرو كولوم. كيو 2 بيساوي برضه سي 2 في في سي 2 ب 50 في في ب 250 يديني 12 1500 مايكرو كولوم. كيو 3 عباره عن سي 3 في في سي 3 بكام؟ ب 25 مايكرو كولوم في 250 يديني 6750 مايكرو كولوم. دي اول مطلوب. بيقول لي بعد كده عايز التوتال كاباستنس
طب هم بارلل يبقى التوتال كاباسيتنس مجموعهم سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3 10 زائد 50 زائد 25 هيديني 85 مايكرو بولو مايكرو فاراد. عايز البوتنشال ديفرنس اكروس اتش وين كونكتد ان سيريز، يعني بعد ما وصلتهم بارلل لا وصلتهم سيريز، فعايز البوتنشال ديفرنس في 1 في 2 في 3 لان الفولتج هيتجزا. تمام، هجيب اول حاجه الكاباستنس الكليه بالنسبه للسيريز 1 على سي كليه بيساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 زائد 1 على سي 3 بيساوي السي اللي هي مجموعهم كام؟ هنشوف المحصله دي تطلع 25 على 4 مايكرو فراد. طيب كيو كليه، كيو اللي هي على كل كاباستور عباره عن سي في في كليه، سي على سي في، سي بكام؟ 25 على 4 في الفي كليه ب 250 هيطلع 1562.5 مايكرو فراد. طيب انا عندي الكيو دي عباره عن سي 1 في 1 او سي 2 في 2 او سي 3 في 3. لما اقول كيو بتساوي سي في سي 1 في 1 منها اجيب في 1 اقشم الشحنه الكليه اللي هي 1562.5 على سي 1 بكام؟ على سي 1 مديها لي ب 10 يديني 156.5 فولت. طب في 2 برضه هتبقى الشحنه الكليه على كام؟ على على 50. هو بدل هنا في 2 مكان، يعني بدل الكباستور ده مكان الكباستور ده. عموما الفكره واحده، هيطبق هنا على كام؟ على 25. طيب في 3 يبقى برضه الكيوب كليه على سي 3 يطلع ايه؟ يبقى انا عندي في 1 ب 156.25% في 2 بيساوي 31.25% في 3 2.5 62.5 فولت. مفهومه دي ولا صعبه؟ مفهومه؟ شباب حد يتطوع تمام يا دكتور؟ اللي عنده سؤال يتفضل. طيب المسألة اللي بعد كده يقول لي find the charge on capacitor in figure ده and the potential difference across them. عايز يعني ال V1 وال V2. هنا ال V2 هتلاقي الكاباستور 2 و 3 بارل مع بعض فالفولتش عليهم ثابت اللي هو V2، وهنا الفولتش 100 دي اللي هيتجزأ هنا V1 و V2. تمام، هو عايز بقى ايه؟ عايز الـ find the charge on the capacitor، عايز الـ charge Q1 Q2 Q3 وعايز الـ potential difference V1 وV2. ببساطة أنا عندي دلوقتي C2 وC3 بارل مع بعض، عشان نجيب المحصلة بتاعتهم هتبقى مجموعهم 5 زائد 3 يبقى 8 مايكرو فراد. الC كلية المحصلة بتاعت دول سيريز مع ده يبقى حصل ضربهم 8 في 2 على حصل جمعهم 8 زي الريزستور بالظبط وبيساوي 1.6 مايكرو فراد. يبقى انا عملت ايه في الاول؟ شفت المحصله بتاعت الاثنين دول اثنين بارل مع بعض فجمعتهم، بعد كده مع سيريز مع ده فيبقى سيريز زي البارل في الريزستور، يبقى حصل ضربهم 8 في 2 على 8 زي 2 يديني 1.6 مايكرو فراد. ده بالنسبه للكاباستنس الكلي. عايز التشارج بقى على كل كيو واحد عباره عن ايه؟ سي في في. في واحد عباره عن سي في في، في واحد هي نفسها كيو كليه. ليه؟ لان كيو كليه هتتجزا هنا كيو 2 وكيو 3. مفهوم يا شباب؟ يعني اقدر اقول كيو 1 هي كيو كليه اللي هي سي كليه في في كليه. سي كليه بكام؟ ب 1.6 في في كليه ب 100 يديني 160 مايكرو كولوم، 160 مايكرو ايه؟ كولوم. طيب لو عايز اجيب ده بالنسبه لكيو 1، لو عايز اجيب في 1 عباره عن ايه؟ كيو 1 على سي 1. كيو 1 بكام؟ ب 160. في 1 سوري، في 1 عباره عن كيو 1 سي 1. كيو 1 بكام؟ ب 160 مايكرو فراد. سي 1 بكام؟ ب 2 يديني 80 فولت. كده جبت الفي 1 على الكباستور الاولاني. طب عايز اجيب الفي 2، هو الفي 2 ده هو مقدار ال 100 ناقص الفي دروب على اللي هنا، يبقى في 2 بيساوي 100 ناقص 80 يديني 20 فولت. اقول الحته دي تاني، احنا جبنا سي كليه فعشان يجيب كيو 1 هي نفس الكيو كليه اللي هي كام؟ سي كليه في في كليه. سي كليه ب 1.6 في في كليه ب 100 يديني 160 مايكرو كولوم، ده اللي هي ايه؟ كيو 1 اللي هي كيو. تمام،
طب عايز اجيب في واحد الفولتج على الكباستر الاولاني هي عباره عن كيو واحد على سي واحد، كيو واحد ب 160 على سي واحد ب 2 يديني 80 فولت، يبقى ده خد من ال 180، يبقى المتبقى هيبقى على في 2، يبقى في 2 بيساوي 100 ناقص ال 80 دي يديني 20 فولت. ده عايز، ده بيقول لي عايز في واحد وفي 2، ده اول حاجه جبناها. طيب الكيو واحد اقدر اجيبها ازاي؟ اتفضل. هو انا مش مستفهم ليه الكيو واحد هي الكيو الكليه، يعني مش مستفهمها ليه يعني. بص يا باشمهندس، عارف توتال تشارج الموجوده زي عارف الكارنت قانون الكارنت، الكارنت دي لما انا عندي بطاريه كده وطالع منه كارنت، فاللي بيمر هنا هو الاي كلي، صح؟ تمام صح. هو نفس القصه، التشارج بدل الكارنت، التشارج الكليه هنا هي اللي خارجه من البطاريه دي، تمام؟ وبتتجزء لكيو 2 لكيو 3. تمام استفهمت حضرتك. تمام. فهو كل هو عايز ايه؟ عايز سي كليه وعايز التشارج على كل كاباستور، ماشي؟ فانا جبت سي كليه وجبت الايه؟ الفي 1 وجبت الفي 2. اجيب كيو 2 ازاي؟ سي 2 في 2، سي 2 ب 3 في في 2 بكام؟ ب 20، يديني 60 مايكرو كولوم. كيو 3 سي 3 في في 3 يبقى 5 في 10 سالب 6 في 20 يديني 100، لو جمعتهم على بعض هيديني كيو 1، 60 زائد 100 يديني 160 اللي هي الكيو الكليه اللي هي كيو 1 يعني. طيب يا دكتور معلش اتفضل، هو انا مش ممكن اشتغل بالفولتج ديفايدر بدل ما اجيب الكيو الكليه وكده؟ براحتك. تمام يعني صح؟ براحتك، بس لازم تراعي البارل والسيريز. تمام. يعني ايه؟ هنا البارل والسيريز عكس الريزيستور. بالظبط تمام. تمام؟ تبقى تكون واخد بالك. يعني الفولتج ديفايدر لما بتيجي بتطبقها على الريزيستور، انت بتبقى عارف السيريز ازاي والبارل ازاي، برضه هنا تبقى عارف السيريز ازاي نتيجته ايه والبارل نتيجته ايه. تمام. طيب. المثال اللي بعد كده بيقول لي تي تو كاباستورز A and B are connected in series across 100 فولت. Supply and it is observed that the potential difference across them are 60 و40. يعني على الكباستور التوتال فولتج 100، على الكباستور الاولاني بيتقسم 60 40، تمام؟ الكباستور الاولاني والكباستور الثاني، هنا فولت 60 هنا فولت 40. الكباستور اوف 2 مايكرو فاراد بقول لك سيب يعني بعد ده عمل ايه؟ الكباستور اوف 2 مايكرو فاراد is now connected in parallel with A and the potential difference across B rise to 90 فولت. يعني بيقول لي وصلت كباستور اخر مع سي 1 اللي هو بقيمه 2 مايكرو فاراد، وبالتالي الفولتج على الكباستور الثاني زاد ل 90. طب لما زاد ل 90 هيبقى متبقي على التو بارل دول اللي هو ال 10 اللي هو باقي ال 100 ده. ثاني اول حاجه في المساله مديني تو كباستور ان سيريز، الفولتج كل 100، الفولتج على كل كباستور 60، على هنا 60 هنا 40. قال لي بعد ما وصلت كباستور اخر 2 مايكرو فاراد على الاولاني، حصل ان الفولتج على الكباستور الثاني زاد ل 90 فولت، يبقى المتبقي من 100 كام؟ 10. يبقى المتبقي على التو بارل بليد دول 10، لان لازم أن يكون الفولتج المجموع بينهم هم ايه؟ 100. زي ما هنا 40 60 ايكوال 100، هنا 90 زائد 10 100. عايز ايه بقى؟ كالكوليت ذا كاباستنس اوف A اند B ان مايكرو فاراد، عايز قيمه الكاباستنس سي 1 وسي 2. طيب في الحاله الاولى، الحاله الاولى يا شباب الاثنين متوصلين ايه؟ ان سيريز صح؟ معايا؟ ايوه تمام. يبقى الكيو على الاولاني هي نفس الكيو على الثاني. الكيو على الاولاني سي 1 في 1 اللي هي سي 1 في 60. الكيو على الثاني بيساوي سي 2 في 40. ومن المعادله دي هقول سي 1 على سي 2 بيساوي 2 على 3. تمام يا شباب؟ كده جبت معادله في سي 1 وسي 2 من الفيجر الاولاني. طب الفيجر الثاني، انا عندي مجموع الاثنين دول، دول امبارل، هيبقى محصلتهم ايه؟ سي 1 زائد 2 مايكرو فاراد. الله ينور عليك، سي 1 زائد 2 عشان اجيب الكيو عليهم على المحصله هيبقى سي 1 زائد 2
في الفولتج 10 يبقى المحصله بتاعه دول هتبقى سي 1 زائد 2 دي سي كليه. لو ضربتها في الفولتج المطبق عليه دي الكيو الموجوده على التو بارل بليد دول التو بارل كاباستور دول يبقى سي 1 زائد 2 في 10 بتساوي الفي سوري الكيو على سي 2 اللي هي في 2 في سي 2 يبقى 90 في سي 2. مفهومه دي اللي انا بقوله ده مفهوم؟ يعني جبت المحصله بتاعت الاثنين دول سي 1 زائد 2 بعد ما جبت المحصله بقت سي واحده اللي هي مجموعه ايه سي 1 زائد 2 ضربتها في 10 عايزين اجيب الكيو الموجوده على الكومباينيشن ده هي نفسها الشحن الموجوده على الكاباستور ده اللي هي 90 فولت في سي 2. من المعادله دي اقدر اجيب سي وعندي دي معادله في مجهولين سي 1 سي 2 وعندي المعادله الاولانيه سي 1 على سي 2 بيساوي 2 على 3 من المعادلتين اقدر اجيب سي 1 16% مايكرو فراد وسي 2 ب 24% مايكرو فراد. مفهومه؟ لانه مشكله يقول طيب هو فاضل كتير يا دكتور؟ هحل لكم بس مسألة واحدة والباقي إن شاء الله تمام. أنا مش مستعجل بس حضرتك تفهمني غلط عشان بس كمان الدفعة كلها ورانا سيكشن الساعة 2:30 سيكشن هندسة مدنية فقلت أعرف حضرتك. حاضر حاضر هحل لكم مسألة رقم 18 وهسيب لكم 17 و25 و27 و و28 و29 البشمهندسين هيحلوهم معاكم إن شاء الله. تمام نشوف بقى المسألة الإيه مسألة رقم 18 بيقول لها ملتيبل بليد كاباستور هاز 10 بليد يعني عندي إيه بدلا ما هو كان 2 بليتس بقى عنده 10 اوكي كده بين كل توب من كل بليت وبليت في عازل صح اتش اريا كل الاريا بتاعت كل بليت 10 سكوير 10 سكوير سنتيمتر سكوير يعني 10 في اس سالب 4 والمسافه بين كل بليت بين والسيكس بتاع الداي الكتريك 1 ملم ومحطوط ايه في الداي الكتريك ده اير هواء العزل بتاعي هواء determine the energy stored when the voltage of meet volt is applied across the capacitor. طب انا عندي كام بليت 10 بليت تمام عشان احسب الكاباستنس بتاعه التوتال كاباستور دي عباره عن النمبر اوف بليتس ناقص 1 في ايبسلون نود في الاي على الدي. انتم ملاحظين هنا مفيش الاي هو ناس الاي المفروض ان ناقص 1 ان دي عدد البليتس ناقص 1 في الابسلون نود اللي هي البيرميتيفيتي اوف فاكيوم 85% في 10 سالب 12 فراد من متر في ابسلون ار هو قال لي هواء في ابسلون ار ب 1 في الاريا اللي هو مديها لي على السيكنس بتاع كل ايه عينه. يبقى انا عندي ان ناقص 1 هم 10 يبقى 9 في ابسلون نود 85% في 10 سالب 12 ابسلون ار الاريا قصدي سوري 10 في 10 سالب 4 على الديستانس اللي هي 1 ملم يبقى 1 في 10 سالب 3 يديني 79.7 بيكو فراد. يبقى الانرجي ستورد بيساوي نص سي كليه في الفولت سكوير اللي هي 100 في 100 يديني 0.3985 مايكرو جول. لغايه هنا ان شاء الله توقف. حد عنده سؤال بقى في او اسئله عن المواضيع اللي فاتت كده تقريبا خلصت معاكم المنهج باقي بس المسائل اللي هيحلوها معاكم الباشمهندسين في السكشن ويبقى كده احنا خلصنا. انا ما تقلتش عليكم عشان انا عارف كلكم مضغوطين والناس كلها مضغوطه في محاضرات كتير في وقت واحد امتحانات كلها في وقت واحد فيعني انا حاولت الم لكم الجزء كله اللي انا اقدر عايز اديه لكم اديته لكم. فلو في حد عنده اي استفسار من ناحيه الشرح من ناحيه السكشن من ناحيه التويز من ناحيه اي حاجه يسال. شكرا لحضرتك يا دكتور. انا بس كنت عايزه بس اسال
على